لو الحكاية فيها إن فيجو. أنا هقولك وصفة المفضلة لي وكمان بتعمل زي تقشير البشرة. بجيب معلقة بن، معلقة سكر، معلقة مية ورد، وبعجنهم في بعض وبعمل بيها سكراب للبشرة وسكراب للشفايف برضو بتنفع حلوة قوي. وبعد كده بغسل بوشي بمية فترة، وبعد كده بحط مية ورد أو بمشي بحتة ترجع البشرة. انا بعملها كل اسبوع، مره في الاسبوع يعني. بشيل الجلد الميت وكل انواع البشره، ما عدا البشره الحساسه. لو البشره حساسه مش بنحط لها سكر، بقولنا بنبدلها بلبن باودر. ممكن نص معلقه بلبن باودر بيبقى حلو قوي. لحد ما تنشف وبعدين تفركيها. ميرسي.